معي مشكورا الاستاذ العتيق ماء العينين المحامي بهيئه طنجه. استاذ العتيق مرحبا بك معنا ورمضان كريم. صدمه وغضب في العالم الافتراضي وايضا على ارض الواقع، ربما تختلف الوقائع والاحداث والزمان والمكان في كل مره ترجنا فيها مثل هذه المآسي، لكن الضحيه هي نفسها اطفال هذا البلد، احد اكثر الفئات عرضه للاعتداءات الجنسيه. رمضان كريم، شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا صدمة وألم يعتصر قلوب جميع المغاربة، ومن غير المقبول تماما، لم يعد من المقبول في جميع الأحوال أن لا توفر الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع، فئة الأطفال. هؤلاء فلذات أثباتنا جميعا، وهي فئة هشة وتحتاج إلى الحماية القانونية. لذلك حقيقة هذا الحكم أصبح الآن سببا في صرخة تدوي في أصداؤها في جميع فئات المجتمع المغربي. الجميع الآن يطالب بإعادة النظر في الحماية القانونية للأطفال، إعادة النظر في النصوص القانونية المقررة وفي العقوبات التي لا بد أن تكون رادعة، بل وحتى نكون منصفين وصادقين لا بد أيضا أن يتدخل المشرع بشكل صريح للنص على أنه في مثل هذه الجرائم لا يمكن اعتماد ظروف التخفيف مطلقا. ليست هناك ظروف يمكن أن تبرر مثل هذا الفعل، ولا يمكن لهؤلاء الوحوش الآدمية، هؤلاء المجرمين، لا يمكن أن يستفيدوا بأي طريقة كانت من أحكام مخففة أو من ظروف تخفيف. لا بد من أن تكون العقوبة في أقصاها، ولا بد للعقوبة ذاتها أن تكون صارمة حتى يتحقق الردع، ولا بد أيضا من إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم القانونية التي ينص عليها، سواء الفصل 484 85 86 87 حتى 88. لا بد من إعادة النظر في مفهوم هتك عرض قاصر، ولا بد أيضا من إلغاء الفصل 484. إعادة النظر في الفصل 484 ينص على أنه في حالة هتك عرض قاصر بدون عنف. لا يمكن. كان أيضا هناك من بعض الأوساط الحقوقية من اعتبرت أنه كيف ما ذكرتي أنت أستاذ العتيق أن هذا الحكم وحتى أحكام سابقة في قضايا مماثلة هي استسهال مخيف للاعتداء على الأطفال بغرض اللذة الجنسية. نحن بحاجة كيف ما ذكرتي وكما يرى ويطالب به رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الجمعيات الحقوقية المهتمة بالطفولة والمرأة، نحن بحاجة لوضع مقتضيات زجرية جديدة أو معدلة أكثر تشديدا ضمن المنظومة الجنائية على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. وهناك أيضا خلط ما بين مسألة كيف يعرف المشرع المغربي الاغتصاب وهتك العرض. هذه أيضا مشكلة عميقة جدا، لأنه وإن كان بصرف النظر عن العقوبات، ولكن للمفاهيم أيضا قيمته. المشرع المغربي يعتبر على أن مثل هذه الجرائم تعتبر هتك عرض وليست اغتصابا، لأن هتك العرض هو كل فعل منافي للآداب يرتكبه الجاني على جسم الضحية. إذا ارتكب على قاصر عقوبته بدون عنف من سنتين إلى 5 سنوات، وترتفع هذه العقوبة إذا حضر عنصر العنف لتصبح من 10 إلى 20 سنة. لكن الاغتصاب المشرع ينص على أن الاغتصاب لا بد أولا أن تكون الضحية امرأة، بمعنى أنه لا يتصور الاغتصاب على الذكر، في حين هتك العرض يمكن أن يكون على الذكر أو الأنثى. لكن بالنسبة للاغتصاب لا بد يشترط فيه أن لا يحضر عنصر الرضا، بمعنى على أنه هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها. وكيف يمكن أن نتحدث عن مسألة الرضا بالنسبة للقاصرين بالنسبة للأطفال؟ هذه إشكالية كبيرة جدا، لأن الفقرة الثانية بصراحة يقول على أنه فعل الاغتصاب إذا وقع على قاصر. إذا كنا نتصور على أنه فعل الاغتصاب لا بد من شرط، توفر شرط أساسي وركن أساسي وهو عدم الرضا، فكيف أن يقع هذا الشيء على قاصر؟ قاصر لا يمكن أن يتصور رضا مطلقا، بمعنى أنه الفعل مجرد ممارسة هذا النوع من الأفعال على قاصر يجب أن تكون الجريمة اغتصاب، وأن تكون العقوبات جد مشددة، ولا يمكن أن نشترط
مطلقا عنصر الرضا. هذه المفاهيم يجب إعادة النظر فيها، يجب أن نطرح أنفسنا أمام سؤال تاريخي، ماذا نريد لأطفالنا وأية حماية نريد أن نوفرها لأطفال هذا البلد. من العيب حقيقة ومن العار أن نطالع العقوبات التي يقررها المشرع. تصوري أخت حنان، سأعطي مثل بسيط، الفصل 488 يقول على أنه إذا كان هناك فعل افتضاد بكر، إذا كان فعل افتضاد على قاصر بدون عنف فالجريمة العقوبة من 5 إلى 10 سنوات. كيف يمكن أن تتصور افتضاد بالنسبة لقاصر وتتحدث عن عنف أو عدم وجود عنف؟ هذه أمور يعني المصطلحات القانونية يجب إعادة النظر فيها كما ذكرت الأستاذ العتيق ماء العينين المحامي بهيئة طنجة. شكرا جزيلا.